طبعا احنا دائما نقول ان شبابنا البحرينيين يكونوا متميزين في المجالات المختلفه، واليوم راح نسلط الضوء على ابداعهم في مجال الكتابه. واحنا المتعودين عليه يمكن ان في الكتب ان شخص واحد يالف الكتاب وينشره، لكن ضيوفنا اليوم شابين بحرينيين قرروا انهم يدمجون فكرهم المشترك في كتاب واحد مميز. معانا في الاستديو عبد الله خالد وابراهيم المناعي، مؤلفين كتاب مصنع الانسان. مساكم الله بالخير ونورتونا اليوم. مساك الله بالخير سيدي. طبعا ابراهيم، انا ببتدي معاك، يعني مثل ما قلت في المقدمه، احنا عاده نشوف الكتاب شخص واحد يالفه، انتم ما شاء الله دمجتوا افكاركم وحطيتوها في الكتاب، من وين جاتكم فكره ان انتم اثنينكم تكتبون الكتاب؟ بدايه جات فكره الكتاب من ايام المرحله الثانويه، ايام الدراسه. كنا انا وعبد الله نقول يعني بعد ذي المرحله خلاص راح نبتدي نواجه مفترق، بيبتدي الواحد يخطط حق حياته، يخطط حق مستقبله، فحبينا انه يكون في عمل ندمج فيه يعني مثل ما نقول يعني عطاء اللي نبي نقدمه. فأنا وعبد الله خططنا أن نكتب كتاب نسميه بمصنع إنسان، وأنه يكون هذه بداية خطوة نجاح إن شاء الله لنا. إن شاء الله يا رب. يمكن عبد الله اسم الكتاب مصنع إنسان، يعني عنوان مميز، وأنا أكيد الكتاب يعني مضمونة بعد مميز. مثل ما قلت لك أنا بقرأ في الويكند وبقول لكم رأيي فيه الصج. شنو المواضيع اللي تناولتوها في الكتاب؟ شنو الأشياء اللي يعني لما أنا أود الكتاب أتوقع أنها راح أقراها في الكتاب من خلال العنوان مصنع إنسان؟ طبعاً في البداية دائماً يقولون أن عنوان الكتاب هو يدل على المحتوى. صح. فمصنع إنسان لما الواحد يفكر عن مصنع إنسان يفكر أنه مصنع في عمال يشتغلون، بيسوون منتج جديد. نفس الشيء المصنع هو نفس الحياة. الحياة الأشخاص لازم كل واحد يود في يد الواحد الثاني على أساس أنهم ينتجون هاي المنتج اللي يكون شيء جديد وشيء مختلف وشيء يكون إيجابي. فهاي الشيء يدل ان صناعه الصناعه اللي في المصنع هي نفسها، والهدف اللي في المصنع هو نفسه في الحياه، اعمار الارض. فمن هاي الشيء طلعنا العنوان. بخصوص المواضيع، احنا مواضيعنا ما تتكلم عن شيء واحد، عن محور واحد، تتكلم عن مواضيع متنوعه، مواضيع موجهه للشباب خصوصا. هاي المواضيع تحاكي ان الشباب شنو المواقف المشتركه اللي تمر بينهم، شنو نمط حياتهم المشترك، سواء مع عائلتهم، سواء مع اصدقائهم، سواء مع محيطهم الخارجي. فاحنا جمعنا هذا الشيء سويناه في حسب في مسجات قصيره باسلوب بسيط، وسويناه في قصص عشان يقراها القارئ ويستمتع فيها وياخذ العبره منها. حلو. يعني يمكن عندي انا هني الكتاب لو نقدر نشوفه، تصميم بسيط يمكن ابراهيم اخترته او يعني تصميم شبابي، ايش اللي دفعكم ان انتم تختارون هاي التصميم بالذات؟ وإن على قولة عبد الله إن سويتوا كنا مسجات، فشنو السبب وراء اختياركم هالتصميم حق الكتاب بالذات؟ بداية احنا اخترنا تصميم الكتاب يكون على هالشكل لأن أول ما بدينا نكتب كان في صعوبة إن بعد المسافة بيني وبين عبد الله. فكنت دائما اذا انا اكتب مواضيع اطرشها له بالواتساب وهو يقراها يعطيني رايي فيها، وبالمقابل نفس الشيء له. فحبينا ان نفس هاي الخطوه اللي احنا بدينا فيها الواتساب كانت بدايه التواصل بيننا، نفسنا ننقل التجربه ذي على هيئه كتاب. وطبعا اوجه شكر حق المصمم معاذ برديني اللي فهم الفكره وتعب على تصميم الكتاب. لا ما شاء الله وايد حلو. عبد الله، يمكن كل مؤلف لما يبتدي يحط كتاب يكون عنده هدف يحب يوصل له من خلال هالكتاب، خاطرنا تقول لنا شنو هدفكم من هالكتاب اللي كتبتوه انتوا الاثنين؟ طبعا الهدف الرئيسي الاول حطيناه في بالنا هو الفائده اللي لازم يستفيد منها القارئ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او عمل ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فكان الهدف الرئيسي هو العمل الذي ينتفع به، الاثر اللي نتركه من وراء الكتاب. وممكن اقول حق ابراهيم ساعات يمكن نلخص احنا اهداف الكتاب في ثلاث نقاط، واللي هو العمل باحسان، والشغله الثانيه ترك الاثر، والشغله الثالثه اللي هي التفكر بالقلب والعقل. حلو. ابراهيم، يمكن ما شاء الله يعني انتم طلاب صغار، ويمكن ساعات لما تقولون يعني شيء حق اللي حولكم ولا يعني تبدون رايكم في خطوة كبيرة مثل انكم تألفون كتاب، يمكن في ناس ما تشجعكم على هالشيء، تخاف من المحيط اللي فيكم. شلون كانت ردة فعل الناس اللي حولكم؟
شلون حسيت ان الناس شجعوكم ودعموكم خصوصا الاوادم اللي جراب منكم اكثر شيء؟ انا دائما اقول حق عبد الله انا وانت من النوع اللي لما نبي نوصل رساله ما عندنا مثل ما نقول الذكاء في التعامل، بس عندنا الذكاء الكتابي، فان نقدر نعبر بالكتابه اكثر. طبعا الانجاز دي اللي وصلنا له كله توفيق من رب العالمين ثم دعاء الوالدين. يعني ما ننسى والدينا ودعمهم لنا ليه ما وصلنا لذي الإنجاز. وبالنسبة حق الناس، إحنا طبعاً أكيد قبل لا نبتدي بخطوة نشر الكتاب دائماً مثل ما نقول الشخص دائماً في أشخاص جراب منه، فعطينا نسخ لذي الأشخاص الجراب، انتظرنا منهم النقد البناء، النقد اللي يفيدنا، خصوصاً اللي أعمارهم يعني مثل ما نقول فوق 30 سنة، خبرتهم في الحياة كان لها دور في صاغل ذي الكتاب. طبعا اكيد احنا نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله هذه مو باول كتاب تالفونه، ان شاء الله هذه يكون بدايه خير لكم. ويانا كان عبد الله خالد وابراهيم المناعي مؤلفين كتاب مصنع انسان، شكرا لكم وبالتوفيق.